الله أحبتي، وأسعد الله أيامكم وأسعد الله أوقاتكم. يتجدد لقاؤنا مع الرشفات لنرتشف سوية، واليوم لقاء جديد متجدد. سوف نتعلم الكثير من خلال كأس ماء، من خلال هذه الرشفة، رشفة الماء. نعم، اليوم ستكون رشفة قهوة، ولكنها أيضا يرافقها هذا الكأس، وترافقها رشفات من الماء. حتى اليوم سوف نتعلم من الماء. ماذا سنتعلم من الماء؟ عنواننا اليوم كن كالماء. أحبتي، كن كالماء يا أستاذة، ماذا تقولين؟ والله الماء شفاف نشربه، وله من الخصائص الفيزيائية والكيميائية وغيرها، فماذا سنتعلم من الماء؟ خلقنا من الماء كل شيء حي، أكيد هو أساس الحياة، لكن هل هناك دروس وعبر؟ ربما من زاوية نفسية، من اجتماعية، نستفيد من خلالها؟ نعم أكيد، كل شيء في الحياة نتعلم منه. فأشارككم اليوم هذه الدروس وهذه الرشفات المميزة حتى نتعلم من الماء الكثير والكثير. كن كالماء يتحمل أثقل الأحمال ولكن في صعلى سطحه، ويحوي أثمن الأشياء في باطنه. أثقل الأحمال يحمل السفينة ويصبر، فكن مثله صابرا، تحمل تحديات والضغوطات إلى غير ذلك. وفي داخل الماء هناك أشياء ثمينة من لؤلؤ ومرجان وغيرها من الخيرات الموجودة داخل البحار. فداخلك أيها الإنسان، داخلك أخي وأخيتي، شيء ثمين، لأن الإنسان بداخله قوي، لأن الإنسان جميل بما تحمله روحه. كن كالماء إذا نزل على أرض ميتة بإذن الله أحياها. بمعنى لما تكون في مكان، أدخل أنت البهجة، أنت السرور، أنت أسعد هذك الناس اللي راهم ممكن متشائمين متذمرين، تحيي تلك النفوس بابتسامتك، بلطفك، بأدبك. كن كالماء مرنا، إذا اعترضتك صخرة الماء وش يدير؟ راه في مجرى النهر، يغير الاتجاه تاعو. أنت أيضا أخي وأخيتي كن مرنا، كفانا تذمرا وشكوى وإلى غير ذلك، إذا كان الآخر أغير الطريق وتمضي الحياة. نقطة أخرى مهمة جدا يجب أن نتعلمها من الماء، كن كالماء واسع الأفق، صاحب رؤية، واسع الصدر. ألا ترى أن الماء لما يتساقط لا يميز بين الأغنياء والفقراء؟ المطر لما ينزل ما يميزش، ينزل على الحي تاع الأغنياء وحي تاع الفقراء، ينزل على الجميع. واسع الصدر، واسع الأفق، بين حدائق الكبيرة وبين الحقول الكبيرة وحتى بين الحدائق الصغيرة، لأن واسع الفق. كن أخي وأخيتي عندك عقلية الوفرة. احنا للأسف في يومنا هذا كل واحد نفسي، لو كان أنا نمد لك شوية ولو كنت قاسم معك هذه راح تخلص لي، نتقاسم معك ممكن مالي، وقتي، جهدي، الخير اللي عندي، الماكلة اللي عندي راح تنقص. وزع الخير ولا تنتظر شكرا من أحد، لأن الله سبحانه وتعالى أكيد هو المنان، هو الرزاق، هو اللي راح يعطينا الخير كله. كن كالماء نقيا، البحر نقي طاهر لا يكدره شيء. ولو تخيلوا كنا درناها وإحنا صغار ونديروها حتى وإحنا كبار، نشدوا حجرة ونرموها في البحر ونشوفوا حتى ممكن مع أبنائنا وممكن مع أحبابنا نتسابقوا شكون يرمي الحجرة إلى أبعد مكان. لما ترمي الحجر للبحر راح تخلي ذاك الأثر، ثم يزول شيئا فشيئا يروح. كن كالماء أيضا، ربما ناس يأذوك بكلمة، بتصرف، بتوجعك، تقيسك، لكن تجاوز. كن نقيا، طهر قلبك. كاين أشياء لا تستحق أن نلوث أنفسنا حقدا وغلا وحسدا لأجل الآخرين ورانا نخسروا نفسنا. فلنكن كالماء أنقياء. كن حكيما وفعالا. ألا ترى إذا اشتد الحر، الحرارة شديدة، هنا ربما أهل الفيزياء مراجعة في درس الفيزياء، إذا كانت الحرارة مرتفعة يتبخر الماء، يتبخر ويصعد إلى السماء، وإذا كان الجو باردا ثم يعتدل الجو يتكاثف ويعاود يتساقط مطرا، معناتها يمشي على حسب الظرف. فهناك مرونة، هناك حكمة، هناك فعالية. معناتها أخي وأخيتي في المكان الذي توضع أنت فيه، في الظروف اللي راك أنت فيها، تكيف معها، وفي كل موقف تتحط فيه راح تبدع فيه، راح يبانوا فيه نقاط القوة تاعك ونقاط الضعف تاعك. نقاط القوة تاعك أظهرها واجعلها فعالة، ونقاط الضعف تاعنا نحاولوا أن نديرها، ما نخلوش نقاط ضعفنا تغلبنا، ما نخلوش الظروف المناخية ربما ينصح التعبير، أو الظروف اللي راهي دايرة بي تأثر فيها، في بيئة العمل، في الأسرة، في الطريق، في كذا. كن حكيما، كن فعالا كالماء.
نتعلم من الماء أيضا أن نكون صبورين. كن صبورا. كلنا نرى تلك الصورة ربما في شاطئ البحر لما تكون الأمواج تندفع نحو الصخور، الأمواج تندفع نحو الصخور يوما ورا يوم إلى غير ذلك، يوم، شهر، شهرين، سنوات، قرن، قرون، ثم تترك الأثر في الصخور. الماء رغم أنه دم ضعيف لكنه ترك أثره في الصخرة الصماء، في تلك الصخرة اليابسة خلى فيها أثر. فاستمر ولا تيأس وكرر وحاول إلى أن تحقق مرادك. كن ودودا. ألم ترى كم هو لطيف ذلك الندى الذي نراه كل صباح على أوراق الأشجار وأوراق الأزهار بلطفه وكل سبحان الله. فكن ودودا أخي، كن لينا. ما أجمل أن نكون لينين في وقت كثر فيه القساة. كن لينا. الماء يسكب في أوعية مختلفة، في هذا يسكب في هذا، يأخذ الشكل الإناء الذي نضعه فيه، لكن الماء يبقى ماء، الماء لا يتغير. تضعه في أكواب فضة، فخار، أكواب ذهب، الماء لا يتغير. فلا تتغير أخي، أثبت على مبدئك، أثبت على أخلاقك وعلى قيمك. الماء نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. اليوم سوف نتعلم منه الكثير. أرجو منكم أحبتي أنكم قد استفدتم من خلال هذه الرشفات، من هذه الدروس التي قدمها لنا اليوم الماء، حتى نتعلم، حتى نكون مثله. كالغيث حيثما يقع ينفع، كن كالماء حيثما وقع نفع. انفع نفسك وانفع غيرك واحتسب الأجر لله سبحانه وتعالى. دمتم طيبين، لينين، ودودين، أنقياء، أصفياء، مرنين، فعالين، كل هذا مثل الماء. إلى لقاء يتجدد وإياكم أحبتي، يجمعني معكم في رشفة أخرى، نرتشف سوية ونتعلم معنى الدروس والعبر، والجميل أن نطبق في حياتنا وأن نقف في حياتنا كل مرة وقفة مميزة نتعظ منها ونربي فيها أنفسنا، لنحظى بنفس مطمئنة ونفس متزنة ونفس فعالة إن شاء الله. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.